أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة لولا وانفضوا إليها وتركوك قائما خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير الله خير الرازقين الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر
أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين والله خير الرازقين الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
هدى للمتقين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أنزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انقلهم برحمتك من ظلمة القبور وضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك، جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، ارحم اللهم برحمتك فقيدنا. اللهم ارحم فقيدنا، اللهم أسكنه فسيح الجنات، اللهم اجعل ليلته هذه أسعد لياليه، اللهم شفع فيه القرآن والصيام وصالح الأعمال،
شفع فيه الحبيب المصطفى العدنا. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وألحقنا به على خير يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أيها المستمع الكريم، والله لقد صدق القائل: زهى النور لما تجلت آية الهدى، وأبدت زهور السعد خدا موردا، وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها، يردد أنغاما ولحنا مخلدا، ومست رياض الحسن تيها ونشوة، وصار لسان الحور درا منضدا، تغرد به رضوان في خير جنة، وجبريل من فوق السماء مرددا، وغنى به على حسن التلاوة بلبل، تعجب منه العندليب فغردا. حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كلنا جميعا كنا مع آيات الله، مع كتاب الله، مع من تخشع له الجبال وتسبح الطير بحمده بالغدو والآصال. كلنا جميعا كنا مع قرآن محكم وقارئ متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض بما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قرأ علينا هذا القرآن العظيم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجا، مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف، والحاصل على أول جمهورية في ليسانس القراءات وعلوم القرآن، والمقيم بمركز ومدينة الدرنجات محافظة البحيرة. أما بذلك عن أحدث مكبرات الصوت العالمية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني، ركبت تحت إدارة وإشراف أولاد خضر المقيمين بكنيسة أوري. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا، والبقاء لله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.